يمثل هذا المؤتمر حدثاً مهماً وفرصة حقيقية لنعرف من خلاله على أهمية تكاتف جهود دول العالم كافة لحماية التراث العالمي الذي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى. الإرهاب يحرق تراث البشرية، نداء أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر، مطالبا دول العالم بالتعاون لمواجهة اعتداءات تنظيمات الجهل والدم على إرث البشرية الحضاري. 100 مليون دولار رأس مال صندوق لحماية مواقع التراث التي يهددها التطرف والحروب الأهلية أعلن عن تأسيسه في ختام المؤتمر بأبو ظبي في استجابة حضارية تقودها الإمارات وفرنسا لحماية ذاكرة العالم، ومبادرة عملية تتجاوز حدود الشجب والإدانة إلى جهد فاعل لصون تراث البشرية. وتتعرض مواقع التراث في دول الصراع لأبشع أشكال الامتهان، إذ يتعامل معها الإرهاب بالجرافات باعتبارها أوثاناً ورجساً من عمل الشيطان يجب إزالته دفاعاً عن التوحيد وتطهيراً للعقيدة. وعندما يلوح سماسرة الغرب بالدولارات يسيل لعاب قادة التنظيمات ويتراجع مفهوم الحلال والحرام، فينقبون وينبشون وينهبون المواقع الأثرية ويبيعون قطعاً ومخطوطات لا تقدر بثمن مقابل حفنة دولارات يمولون بها عملياتهم القذرة. من أفغانستان إلى سوريا والعراق ومصر الجريمة واحدة، ويتغير الزمان والمسرح والشخوص. طالبان تفجر تمثالي بوذا بالديناميت وتضربهما بالمدافع المضادة للطائرات، وعناصر داعش تحطم تماثيل متحف الموصل بسم الله، وتدمر مدينة النمرود على الهواء وتوثق غزواتها ضد الحضارة بالصوت والصورة، فيما يفاوض أذنابهم مافيا التهريب سرا ويساومون تجار التاريخ على سعر حضارة الرافدين. في سوريا حرق الإرهابيون أمهات الكتب داخل مكتبة الجامع الأموي، وعلى وجوههم ابتسامة جهل رسمها من يسمون أنفسهم ثوار مصر، وهم يشعلون المجمع العلمي بالقاهرة في محاولة فاشلة لمحو ذاكرة أم الدنيا واغتيال حضارتها. خسارة هائلة للبشرية، عبارة موجزة وصفت بها مديرة اليونسكو أرينا بوكوفا ما تعرضت له مدينة تدمر الأثرية السورية، فقد استباح متطرفو داعش قلاعها وحصونها العتيقة وحولوها إلى سجون للأسرى ومخازن للسلاح وساحات للهو، احتفلوا فيها بنجاحهم في تدمير قوسي النصر التاريخيين على بوابة المدينة ومسرحها الروماني ومعبدي بل وبعلشمين، وهدم عشرات المساجد والكنائس والمعابد والأضرحة.